ل 60 مباراه في السيزون، ده عدد كبير جدا جدا. معه ملاحظه كمان ان في ارتباطات على مستوى الدولي، في ارتباطات على مستوى المحلي من خلال الدوريات. اعتقد اقامه كاس العالم كل سنتين ما لقتش استحواذ او استحسان كتير، وخاصه على مستوى الاتحاد الاوروبي. كمان كشفت دراسات رياضيه عالميه خلال الساعات الماضيه النقاب على كمان اغلى انديه في العالم من حيث القيمه التسويقيه للاعبين. اول ما اقول اغلى انديه في العالم كلنا هنقول نمره واحد باريس سان جيرمان. لا، مش باريس سان جيرمان هو اغلى انديه العالم على مستوى يعني على مستوى التسويق بالنسبه للاعبين. نجوم كبار جدا جدا، اكيد في نيمار، مبابي، ميسي، اشرف حكيمي، ده موجود في البي اس جي. لكن المركز الدولي للدراسات الرياضيه السي اي اي اس عمل دراسه جديده تناول فيها الفرق الاعلى من حيث القيمه التسويقيه للاعبين خلال الفتره الحاليه. خلينا نقول مع حضراتكم، تصدر المان سيتي القائمه، بعديه يمكن الغريم التقليدي مانشستر يونايتد في المركز الثاني. وطبعا الفريقين طبعا قيمه تسويقيه كبيره جدا، يمكن تعدت المليار يورو. هنتكلم كمان على اغلى يعني اعلى خمس انديه في العالم من حيث القيمه التسويقيه على النحو التالي. زي ما اقول لحضراتكم، نمره واحد مانشستر سيتي الانجليزي بمليار، يعني مليار بوينت خمسه او 950 مليون جنيه استرليني. المركز الثاني المان يونايتد بمليار وحوالي 380 مليون جنيه استرليني. المركز الثالث تشيلسي ب 809 مليون جنيه استرليني. في المركز الرابع برشلونه ب 766 مليون جنيه استرليني. والمركز الخامس كان بايرن ميونخ ب 761 مليون جنيه استرليني. دي زي ما بقول لحضراتكم يعني اغلى الانديه على مستوى تسويق اللاعبين او القيمه التسويقيه للاعبين في الفتره الحاليه. يعني زي ما بقول لحضراتكم بنتكلم على يمكن اللي جه الناس بتقول هو برشلونه عنده مشكله ماليه وموجود في هذه القائمه دي ازاي؟ انا بتكلم على القيمه التسويقيه للاعبين الحاليين، وبالتالي احنا بنتكلم على برشلونه بيمر بازمه ماليه، لكن المستقبل موجود عنده. ليه المستقبل موجود عنده؟ لانه عنده لعيبه مستواها اكتر من رائع، لعيبه صغيره في السن. وهذكر بالذكر طبعا جافي لعيب برشلونه والمنتخب الاسباني، لعيب عنده 17 سنه. محدش يتخض، لان زي ما بقول لحضراتكم ظهور جافي امبارح امام المنتخب الايطالي بصوره اكتر من رائعه. لاعب تخيلوا، لاعب عنده 17 سنه بيلعب في برشلونه، وكمان لويس انريكي المدير الفني للمنتخب الاسباني بيضعه في مباراة مهمة جدا جدا. بنتكلم على نصف نهائي دوري أمم أوروبا أمام بطل أوروبا على أرض بطل أوروبا. فتخيلوا حضراتكم اللاعب دوت مستواه عامل إزاي. تخيلوا حضراتكم إن اللاعب ده عنده 17 سنة، ويمكن آخر التقارير إن برشلونة عمل عقد معاه. حضراتكم عارفين إن أقل من 18 سنة ما ينفعش يعمل معاه عقد، مش هو الولد اللي مضى، لكن والده مضى على عقد بالنسبة لبرشلونة لغاية 2026. ده رقم طبيعي، لكن إن أي نادي في العالم يريد التعاقد خلال هذه الفترة مع جافي عليه أن يدفع 435 مليون باوند. تاني، 435 مليون باوند، ده التمصفير لهذا اللاعب صاحب ال 17 سنة اللي متواجد في صفوف طبعا المنتخب الأسباني وفريق برشلونه. بكلمكم على برشلونه عنده لعيبه كتيره جدا جدا، القيمه التسويقيه لهؤلاء اللاعبين عاليه جدا جدا،